نذهب بعيدا، الحلقة كلها تقريبا كورونا، دائما مع كورونا هذا الفيروس الذي لا يميز بين السياسيين والناس العاديين، لكن على عكس توصيات الأطباء بتجنب المصافحة كوسيلة وقائية لتجنب انتقال العدوى، يستمر دونالد ترامب بمصافحة داعميه. ترامب كان قد التقى بعضو الكونغرس دوك كولينز الأسبوع الماضي، وتظهر هنا مصافحة ترامب الشديدة للسيد كولينز. كولينز أعلن بعدها عن خضوعه لحجر صحي طوعي بعد أن تم الكشف عن لقائه مع أحد المصابين بكورونا، وكان ذلك قبل اجتماعه مع ترامب. لأن ترامب رفض إجراء فحص الكشف أو فحوصات الكشف عن الفيروس، وقال البيت الأبيض في بيان: لم يتم إجراء فحص فيروس كوفيد 19 للرئيس لأنه لم يعقد لقاءات مطولة مع أي مريض تم تأكيد إصابته، ولم تظهر على الرئيس أي أعراض، ويتمتع بصحة ممتازة. الحكومة البريطانية أعلنت أولى الإصابات في صفوف المسؤولين فيها، وذلك من قبل وزيرة الصحة لشؤون نادين دوريس، طبعا وهي وزيرة الدولة لشؤون الصحة. نادين دوريس قد أصيبت بالفيروس، كانت دوريس قد شاركت مع رئيس الحكومة بوريس جونسون في إحدى الفعاليات في مكتب الحكومة، كما التقت بعشرات الأشخاص في البرلمان البريطاني. الرئاسة الفرنسية لم تكن بأحسن حال، فقد أعلن قصر الإليزيه وضع باتريك سروزادا وهو مدير مكتب الرئيس مانويل ماكرو على خلفية شكوك حول إصابته بفيروس كورونا، يعني وضع تحت العزل الصحي. يأتي ذلك بعد الإعلان عن إصابة وزير الثقافة فرانك غستر بالفيروس، وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت في السابق بأن غستر شارك الأسبوع الماضي في أعمال الجمعية الوطنية، حيث تم تشخيص 5 إصابات بالفيروس بين صفوف النواب. أما في هولندا، فدعا رئيس الوزراء مارك غوتا إلى الكف عن المصافحة واتباع إجراءات الصحة العامة. دعونا نتابع هذا الفيديو مشاهدينا. Auf den Moment stoppen wir mit Handelsschritten. Ihr könnt Fuß schonen, ihr könnt Ellenbogen stoppen.